رحلة جديدة وتذكرة سفر جديدة، والتي سنتحدث من خلال حلقتنا لهذا اليوم من برنامج تذكرة السفر عن مدينة طوكيو اليابانية، وسنأخذكم بتفاصيل أكثر حول هذه المدينة، ونتحدث عن واقع التعليم وكيفية نهوض اليابان بواقع تعليمها، ونتحدث أيضا عن البطاقة البنكية وإنجاز وكيفية إنجاز المعاملات. كونوا معنا لنتابع ونشاهد برنامج تذكرة سفر، كونوا معنا. طوكيو هي عاصمة اليابان وأكبر مدنها وإحدى أكبر وأضخم حواضر العالم. تعد المدينة الأعلى عدداً في السكان عالمياً باحتوائها على أكثر من 37 مليون نسمة. يمتد النسيج العمراني فيها بدون انقطاع ليشغل مساحة قدرها 10,000 كيلومتر مربع، وهي اليوم المركز السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي للبلاد. يقع الجزء البري من طوكيو في خليج طوكيو، ويبلغ طوله حوالي 90 كيلومتر من الشرق إلى الغرب و25 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب، وتحيط بها محافظة تشيبا من الشرق ومحافظة يامانشي من الغرب، وجنوبا محافظة كاناغاوا وسايتاما شمالا، وتنقسم إلى عدة تقسيمات إضافية تسمى دوائر خاصة تقع في النصف الشرقي منها. تعتبر اليابان حاضرة تحت القانون الياباني، وبنيتها النظامية شبيهة بباقي المحافظات اليابانية، وحتى عام 1943 ميلادية كانت طوكيو مؤلفة فقط بما يعرف حاليا بالأحياء الخاصة، والتي يبلغ عددها 23 حي، وهي الآن بلديات منفصلة ذات حكم ذاتي، كل واحدة منها تحوي على عمدة ومجلس. كما تحتوي المدينة على 26 مدينة إضافية وخمس بلدات وثمانية قرى، كل منها لديها حكومتها المحلية. أصبحت المدينة عاصمة اليابان منذ بداية القرن السابع عشر ميلادي، وعرفت عصرا مزدهرا أثناء بداية فترة تسميتها بإيدو، وكانت منذ البداية عاصمة للإمبراطور، لم ينتقلا منها إلا فترات الحروب، خاصة لدى سيطرة المحاربين القادمين من السهول الشرقية المجاورة عليها. أخذت المدينة تتطور وأصبحت من كبرى المدن العالمية. أثناء بدايات فترة ميجي أخذت المدينة القديمة تتحول، فاحتضنت كبرى الشركات وأولى الجامعات في البلاد، كما عرفت أولى الأنشطة الصناعية. وتغير مظهر المدينة عام 1870 ميلادية، عندما أقيمت الإنارة العمومية التي كانت تعمل بالغاز في شوارعها، وتم تشييد المحطة المركزية، وبعد عشرية من الزمن بدأت خطوط الترام تغزو شوارع المدينة، كما تم تشييد مباني حكومية جديدة في أحياء منها لتحتضن مقرات الشركات الكبيرة. يرجع تسمية المدينة بطوكيو إلى ترجمتها باللغة اليابانية، والتي تعني العاصمة الشرقية هي عاصمة اليابان. من أبرز معالم طوكيو نجد القصر الإمبراطوري، الذي يجمع ما بين الأسلوب التقليدي للعمارة اليابانية والعمارة الأوروبية، ليشكل بذلك معلما رائعا من معالم المدينة، وهو مجمع من المباني التي تغطي مساحة تبلغ 3.41 كيلومتر مربعا من المساحات الطبيعية.
والحدائق الخلابة، كما إنه محاط في وسط طوكيو بمكاتب رؤساء الوزراء ومبنى البرلمان الوطني الياباني والمباني الحكومية والحي المالي، بالإضافة إلى قربه من محطة القطار في طوكيو. وتجدر الإشارة إلى أن مبنى القصر الذي تعرض للعديد من عمليات الهدم والتدمير عدة مرات، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية التي تم الانتهاء من إعادة بنائه عام 1968 ميلادية، وهو يضم قاعات للاستقبال وقاعة للحفلات وقاعة للمأدبات ومكتب للإمبراطور وغرفة للرسم وغيرها من الأجنحة. كما نجد متحف طوكيو الوطني الذي يعد وجهة سياحية مهمة في المدينة، فهو يوفر للزوار فرصة الاطلاع على التاريخ الياباني عبر الحقب الزمنية المختلفة، وذلك من خلال المعارض المتنوعة التي يضمها في حديقة أوينو، إلى جانب الهياكل المتعددة فيه مما يعني ضخامته وشساعته. إضافة إلى ذلك نجد شارع تكيشتا دوري، والذي يعتبر من أكثر الواجهات السياحية جذباً للسياح في المدينة اليابانية طوكيو، فهو يضج بالحيوية والألوان المفعمة ومراكز التسوق التي تنتشر فيها الهدايا التذكارية والباعة والمتاجر الصغيرة. كما نجد حديقة ريكوجي إن، والتي تعد أكثر الحدائق في مدينة طوكيو روعة وأناقة، حيث تم إنشاؤها في العام 1702 ميلادية، وهي تضم العديد من الأنهار الجارية والجسور الحجرية والممرات المشجرة والمقاهي الخشبية والبركة المركزية وغيرها، مما يوفر للسائح الفرصة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والرائعة. وتتم إضاءة الأشجار بعد غروب الشمس في الحديقة التي تظل مفتوحة حتى الساعة 9 مساء، فيما يتم خلال فصل الربيع إضاءة شجرة الكرز الكبيرة التي تقع عند مدخل الحديقة. تم بناء أحياء حديثة حول المركز التاريخي للمدينة، تتشكل أغلبها من مجمعات سكنية وتجارية، وتكون معا أقطابا لطوق خط السكك الحديدية سامادا سان المحيط بمركز المدينة. ومن ضمن هذه الأحياء نجد حي إيكاهابارا الذي تتجمع فيه المئات من متاجر المعدات الكهربائية والألكترونية، إضافة إلى حي أوينو وهو من الأحياء السكنية والجامعية، إضافة إلى حي إيكيبو كورو الذي هو حي سكني يتواجد فيه أكبر مجمع تجاري في العالم. كما نجد حي شينجوكو وهو أحد المراكز الحضرية الجديدة الذي تتواجد فيه العديد من ناطحات السحاب ومراكز كبرى الشركات والمحلات الكبيرة والفنادق والمطاعم، ولا يكاد المرء يفرق بين ليلها ونهارها لشدة حيويتها، بالإضافة إلى أحياء أخرى عمرانية على غرار هاراجاكو وشيبويا وشيناغاوا. We'll be right back.
تتمتع طوكيو بشبكة ضخمة من الطرقات والجسور، حيث تم تشييد العديد من الطرقات السريعة المعلقة على جسور، والتي تنطلق من قلب المدينة باتجاه الضواحي المحيطة. وتعتبر طوكيو مركزاً لخطوط السكك الحديدية في البلاد، منذ مد أول خط بين طوكيو ويوكوهاما سنة 1871 ميلادية، ووصلت العاصمة بكل المناطق اليابانية تقريباً. أهم المحطات في المدينة طوكيو: المحطة الرئيسية وأوينو وإكيوبو كورو وشينجوكو وشيبويا. تربط هذه المحطات المدينة بالضواحي وتشكل حزاماً حضرياً حولها، مما يسهل الوصول إليها. وتستقبل هذه المحطات ما يقرب مليوني مسافر يومياً. تستعمل القطارات الضواحي لوصول المدن الواقعة في التجمع الحضري الكبير لطوكيو بمركز المدينة. تمتد هذه الخطوط إلى مسافة 100 كيلومتر مربع من قلب المدينة. بعض الخطوط والتي تكون وجهتها على مسافة معتبرة يتم تدعيمها بالقطار فائق السرعة، ويسمى شينكانسن. ويوجد في طوكيو شركتان تديران شبكة المترو، هي طوكيو مترو ومكتب نقل محافظة طوكيو. تملك طوكيو 2 من المطارات الكبرى في اليابان، وهما مطار هانيدا الواقع شرقي المدينة، ومطار ناريتا الدولي الذي تم افتتاحه عام 1978 ميلادية، ويقع شرقي طوكيو ويبعد عنها بمسافة 55 كيلومتر. تشكل طوكيو وتجمعها الحضاري القطب المالي الصناعي والتجاري لليابان، وتتنوع الأنشطة الصناعية فيها من تحويل المواد الغذائية إلى النسيج والملابس. إضافة إلى الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا العالية من الإلكترونيك وبصريات وآلات تصوير، كما نجد البناءات الميكانيكية والسيارات والكيميائيات وغيرها. تتوفر في طوكيو فرص العمل والخدمات التعليمية والثقافية أكثر من أي مكان آخر في اليابان، وهي من مراكز النشاط الاقتصادي العالمي، حيث تسارع نموها الاقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، كما تعد المركز الرئيسي للأنشطة التجارية والمالية والصناعية، وتضم أكثر من 80,000 مصنع، معظمها من المصانع الصغيرة، وتستوعب المصانع أكثر من 1.5 مليون عامل.
أما الصناعتان الرائدتان في طوكيو فهما صناعة الآليات الكهربائية وصناعة الطباعة والنشر، كما تشتهر بصناعة الحواسيب وأجهزة العرض والإذاعة والتلفاز وغير ذلك. تعتبر طوكيو ثالث أهم مدينة في العالم بالنسبة للشركات ورجال الأعمال، ويبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 200 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية، كما إن أهميتها جلية بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث يصل الناتج الإجمالي لها 940 مليار دولار، أي نحو خمس حجم الاقتصاد الياباني. تولي الحكومة اليابانية اهتماماً كبيراً لقطاع الرعاية الصحية، حيث يمثل بذلك متوسط العمر المتوقع في 83.3 سنة، وهو معدل من بين أعلى المعدلات على كوكب الأرض. كما يزور اليابانيون في طوكيو الطبيب بما يقرب 14 مرة في السنة، أي أكثر من 4 أمثال عدد المرات التي يزور فيها الأمريكيون الطبيب. يعود ارتقاء مستوى الصحة في طوكيو إلى عدد من العوامل، بما في ذلك العادات الثقافية والعزلة ونظام الرعاية الصحية الشاملة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت في عام 2009 إن الشعب الياباني هم المجموعة الأكثر صحة على الأرض. ويعزز نمو الرعاية الصحية في طوكيو توسع البحوث الطبية التي تجري بدعم متواصل من الحكومة، والتي تخصص ميزانية ضخمة للبحوث العلمية في شتى المجالات وخاصة منها الطبية والصحية. تحتل طوكيو المركز الأول على مستوى الوطني في ميادين البحث والتعليم والثقافة، وتضم المدينة أكثر من ثلث المعاهد الجامعية، ويزاول حوالي 45% من إجمالي الطلاب في البلاد دراستهم فيها. من بين المئات من الجامعات العمومية والخاصة التي تستقبل الشباب الياباني، تملك بعض منها تاريخا عريق كجامعة طوكيو العمومية، والتي أسست عام 1877 وهي تحتل مراكز أولى في العالم، بالإضافة إلى الجامعات الخاصة كجامعة كينو التي أسست سنة 1868، وجامعة واسيدا التي أسست عام 1882. تعتبر طوكيو إضافة إلى كونها قطباً صناعياً ومالياً وتكنولوجياً عالمياً، مركزاً لاستقطاب السياح في العالم، حيث تستقبل سنوياً ملايين السياح. وبالرغم من حجم البناء الهائل فيها، فإنها مدينة خضراء، إذ تبلغ مساحة الحدائق فيها 7600 هكتار. وتتطلع طوكيو لتنظيم أولمبياد الألعاب الصيفية عام 2020، الذي ترغب المدينة أن يبلغ فيه عدد السياح 40 مليون سائحا. وفي هذا الصدد تقول عمدة طوكيو يوريكا كوئيكيا إنه لا يوجد تبذير وصرف مال في غير مكانه في طوكيو، وإن المال الذي سيصرف على الأولمبياد سيكون محسوبا بدقة، ولكن بالطبع ليس على حساب الجودة. فبالرغم مما بلغته هذه المدينة من قوة اقتصادية ومالية ضخمة، بلغ اقتصادها فيها المرتبة الثالثة عالميا وفق آخر إحصائيات، إلا أن ذلك لم يمنع مسؤوليها من الحرص والحفاظ على أموال الشعب وعدم ترك مجال للفساد أو التبذير لمواصلة البناء والتطور بخطى حثيثة. نرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم من برنامج تذكرة السفر،
دكتور علاء نبيل حمدون مدير مركز التحسس النائي في جامعة الموصل. أهلا وسهلا بك دكتور في ضيافة حلقتنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بك أيضا. أهلا وسهلا بك. اليوم دكتور راح نتحدث عن رحلتك إلى طوكيو اليابانية وكيف كانت التجربة. ممكن تتحدث لنا عن رحلتك بداية وكيف شاهدت الجامعات اليابانية وفي طوكيو أيضا. شكرا جزيلا. بداية أود أشكركم على استضافتي في هذا البرنامج. طبعا رحلتي لليابان كانت مخصصة إلى مدينة كيوتو، هي العاصمة القديمة لليابان، وأيضا مريت في مدينة طوكيو اللي هي العاصمة الحالية لليابان. الحياة في اليابان هي حياة مختلفة تماما عن أي دولة سبقت وسافرت لها. نعم. حياة مختلفة بكل المعاني، سواء شرائح المجتمعية أو طبيعة العمل أو طبيعة التعامل. يعني مغايرين دكتور تماما عن باقي الشعوب الأخرى؟ متغايرين، النظام مالهم نظام هو معقد لكن جدا حساس ودقيق جدا، سواء على مستوى العمل أو العائلة أو الفرد أو المدرسة، فهو نظام يختلف عن كل الأنظمة الحياتية الموجودة في. نعم دكتور، أول ما يعني وصلت اليابان استغربت من شيء؟ شفت شيء يعني مغاير تماما؟ والله استغربت من طريقة المشي مالهم والنظام والعمل، كل شيء عندهم بالوقت. يعني حتى المشي مالهم حتى مختلف؟ المشي ماله كأنما يحسب الخطوات ماله، أنا مرات لاحظت كأنما ده يحسب الخطوة ماله ايش قد يمشي يوميا، فتحس كأنما اكو نظام الكتروني ده يحركهم، فنظام رهيب. يعني جدا. يقول انه رجل آلي، نقول رجل يعني. آلي لكن هو عبارة عن بشر. نعم. يعني دكتور بداية خلينا نتحدث عن الجامعات اليابانية، أكيد أنت زرت الجامعات اليابانية. نعم. نعم. كيف شاهدتها؟ كيف شاهدت طريقة التدريس؟ كيف شاهدت يعني التعامل مع الطلبة التدريس في هذه الجامعات؟ طبعا نظام التدريس في الجامعات هو نظام جدا قوي ومتشعب، الطالب أو التدريسي من يروح هناك من الصبح ما يطلع ليل تقريبا المغرب، ونظام مكثف جدا، يعني أسلوب التدريس هناك مكثف جدا، فتشوف الطالب من يدخل للمكان مالته أو التدريسي من يدخل المكان مالته عبارة عن مجموعة محاضرات ومحاضرات تطبيقية وعملية. ف يعني دكتور نفس الوقت اللي يعني دوامنا في الجامعات أم يعني لا يستمر أحيانا لليل، يعني يشوف بعض التدريسيين والمحاضرين والطلاب يشوفهم الدنيا ظلمت ولا زالوا موجودين هناك في الجامعة. موجودين في الجامعة؟ في الجامعة. نعم. طريقة التدريس أيضا نفس جامعاتنا اللي مختلفة دكتور، بما أنه أنت عندك تجربة يعني. أكو هناك التزام بالوقت كثير، يعني من الدقيقة الفلانية إلى الدقيقة الفلانية عندهم برنامج يمشون عليه، فشوفهم التزامهم بالوقت والبرنامج بشكل قوي جدا، فتلمس أنه عامل الوقت هناك مهم جدا عندهم. فشوف التدريسي أو الطالب من يدخل المحاضرة. نعم. مثلا دخلها الساعة 8:10 صباحا. نعم. المفروض يغادرها مثلا 48 دقيقة، فعلا التدريسي والطالب يغادرون 48 دقيقة خلاص، وقت محدد. وقت محدد ما عندهم يعني مثلا نحن تأخر؟ لا لا لا، ماكو تأخر، ماكو، لأن هذا يحترم الوقت، لأن يقول أكو محاضرة ثانية، أكو تدريسي آخر، أكو طالب آخر، يحترمون الوقت. يحترمون الوقت جدا بشكل كبير. يعني من المفترض أن نحترم الوقت ونلتزم به أكثر من عدهم. نعم. لكن يعني بسبب يعني أنه صراحة وضعنا يعني ما حد يهتم. نعم. بهذا الوقت. نعم، الظروف. دكتور جامعات مختلفة تماماً عن جامعتنا. الجامعات هناك السيستم يعني كبناء تقريباً نفس البناء، لكن السيستم العمل والتدريس مختلف. هناك أكثر العمل هناك إلكتروني، يعني إلكتروني. محاضرات إلكترونية، التدريس ينزل محاضرات إلكترونية. كله إلكتروني؟ يعني 90% 80% إلكتروني هناك. العملي مهتمين بيئة من نظري دكتور؟ عندهم العملي يعني تقريباً نسبة مقاربة، لكن أنا لاحظت شفت من خلال اختصاصي لاحظت أنه يهتمون بالعملي والتطبيق، يعني يتأكدون دائما التطبيق أهم شيء بالمحاضرة. نعم. أنا ذكرت طبعا كثير من الحلقات في برنامج تذكرة السفر تحدثت أيضا عن طلاب جامعة الموصل، ليش ما نكون يعني أنه يهتمون بالعملي أكثر من النظري، فأعتقد أنه الطالب راح يكون يعني ممكن راح يفهم أكثر،
بالضبط دكتور انت؟ بالضبط، هذا شيء مهم. انا كاختصاصي في مجال العلوم التطبيقيه، مو مجال العلوم الانسانيه، العملي هو جدا مهم، لان من خلال الطالب هو راح يتوصل الى مرحله انه استوعب كافه المعلومات. نعم. وامتصها وقدر يخزنها في الداتابيز الموجوده عنده. نعم دكتور، كيف نقدر انه يعني العملي انكثفه في جامعه الموصل؟ شلون يعني انت؟ والله احنا يعني هاي نقطه مهمه جدا، لكن للاسف احنا تعرف الحرب والظروف اللي مرينا بها صار عندنا نقص بالاجهزه المختبريه، تعرضت الى دمار، تعرضت الى دمار وتخريب، فهذا اثر على المستوى العملي في جامعتنا، لكن ان شاء الله بلكي يتطور بالمستقبل ان شاء الله، والطالب يرجع مره ثانيه ان شاء الله. ممكن مسموح لاي شخص يدخل الجامعات ولا مثلنا ايضا؟ في بعض الجامعات لا، كان لازم اي دي، يعني اي دي حتى تدخل. تدخل جامعات اخرى لا، ممكن اي شخص يقدر يدخل. نعم دكتور، من خلال تجوالك في اليابان وطوكيو، نعم، كيف شاهدت انه النقل والمواصلات، كيف يعني كم شبكة عندهم، وكيف النظام، والأسعار مدعومة مثلا لطلبة أم لأي فئة هناك؟ في اليابان نظام النقل يعني نظام نقل فظيع جدا، يعني متوفر كافة الوسائل النقل سواء باصات أو تاكسيات، وهناك التاكسيات نظام تاكسيات أوردر، يعني تخابر التاكسي يجيك بالوقت اللي تريده بالضبط، بالوقت اللي تريده، بالوقت اللي تريده، ما يتأخر ثانية ولا يتقدم ثانية. نظام الباصات هناك أيضا دقيق جدا، يعني من يقول لك مثلا 8 و5 دقائق يشوف 8 و5 دقائق الباص واقف بالمحطة اللي تنتظره. يعني عندهم شبكات كثيرة من النقل، عندهم شبكات كثيرة، وعندهم قطار البوليت ترين اللي هو قطار الرصاصة أو الطلقة ما يسمى، هذا جدا يعني شيء رهيب. يعني انت صعدت؟ انا جربت، نعم صعدت فيه، سافرت من طوكيو الى كيوتو بهذا القطار. نعم. فكان شيء تجربه يعني فظيعه. ايش قد المده يعني عن طريق السيارات، وايش قد الطريق اللي استغرق هذا القطار؟ والله تقريبا انا اتذكر ساعتين الا او ساعه ونص تقريبا من طوكيو الى كيوتو، لكن لو سافرنا مثلا بالسياره ربما يستغرق 5 ساعات او اكثر. يعني اختصار كبير، اختصار كبير يعني بالوقت. يعني يقول ايضا يعني يعني سرعه الطياره، سرعه انا ما اتذكر السرعه بالضبط، لكن انا كنت جالس بالقطار واشوف الاشياء تتحرك بسرعه فظيعه جدا. نعم. فهم هناك عدم احترام للوقت، يقول لك انا اختصر الوقت لان ربما يريد يعمل مشاوير اخرى او اشياء اخرى، فعدم احترام للوقت. نعم. بشكل كبير. واصلين لدرجه تطور كبيره دكتور، مختلفه تماما، يعني حتى نقول انه ممكن حتى بعيدا أوروبا. لا امريكا ولا اوروبا، ما اعتقد هذا التطور، يعني حتى الامريكان نفسهم الاوروبيين من يجون هناك يشوفون التطور باليابان. نعم. شيء فظيع. نعم. اذكر لك تجربه حلوه، يعني الشيء الحلو هناك باليابان اغلب القطارات تركبها وسائط النقل عندهم احترام للهدوء، فشوف علامه عدم استخدام الموبايل الا للحالات القصوى، فيقول لك انت من تحكي بوسائل النقل تتاثر على اخرين، جزء واحد تعبان باله، واعتقد حتى الموبايل كان يعني يمكن صامت، صامت اي بالضبط، خليه صامت يعني حتى لا يزعج، لان الرنات مالته كذا، فعدم احترام لحقوق الآخرين بشكل جيد جدا. نعم. كيف شاهدت التطور دكتور؟ ممكن نتحدث شوي شيء بسيط عنه اللي في اليابان اللي شاهدته بالمحافظات اليابانية؟ والله التطور كان يعني ما ينوصف، تشوف البناء عندهم العمران، خاصة طوكيو، طوكيو كلها عبارة عن، أو طوكيو هي عبارة عن عمارات، مدينة مليئة بالعمارات، ولذلك سموها كونكريت سيتي، مدينة الكونكريت، كلها بناء كونكريت. فكان عندهم تطور رهيب جدا في مجال العلوم، في مجال التقنيات، حتى العلوم الإنسانية. نعم. لكن كان دائما اكو مشكلة باليابان، انه خطر الزلازل، انا هذا الاختصاص اللي رحت. نعم. عليه، خطر الزلازل كان يهددهم، فكان عندهم رعب بالنسبة لهم بالزلازل. الزلازل. دكتور كيف ساهمت الجامعات بنهوض هذه الدولة؟ والله اليابان حسب ما حكيت مع البعض اليابانيين والتقيت. نعم. بعض اليابانيين الزملاء هناك، فقالوا انه بعد الحرب العالمية الثانية تأذت اليابان بشكل كبير. نعم. لكن الشعب الياباني اتفق مع بعضه انه يبنون اليابان مرة ثانية وينهضون بها، فكان النهوض نتيجة تكاتف مجتمعي بمجتمع اليابان، وذلك نهضت اليابان. الوعي الثقافة، الوعي الثقافي كان جدا مهم، ولا زال لحد هاي اللحظة شوف المنشورات الكذا، لا ترمي أوساخنا، الهدوء، الأخلاق. النظافة، يعني عندك موقف مع النظافة كان حدث يعني بشي بمكان دكتور؟
والله اكو موقف انا لاحظته في مكان الاكل مثل المركز الطلابي الموجود عندنا في الجامعه، فشاهدت انه الطلبه يجون يقعدون هنا من يخلصون يقومون ينظفون المائده ويغادرون، فحتى لو بقت اوساخ من اشخاص اخرين او كذا فهم ينظفوها بحيث يحاولون يبقون المائده نظيفه قدر المستطاع. يعني هو الطالب نفسه يعني يجي نفسه حتى يشوف بالضبط، حتى لو يشوف وسخ ما طالب اخر لربما نساه سهوان وكذا ياخذه وياه بحيث يبقي المائده نظيفه، فيقول لك هذا حق اللي بعدي راح يجي. فعدم احترام لعامل النظافه هناك بشكل كبير. احنا يعني ممكن اي شيء شخص بالشارع يرمي نفايات وما نقدر نحكي معاه. نعم بالضبط. للاسف هناك عندهم دكتور عندهم وعي كبير لدرجه كبيره يعني. نعم. فلذلك وصلوا الى هذه المراحل. نعم. وتكاتف بيناتهم. تكاتف بيناتهم، الوعي هناك جدا مهم، فشوف من المدرسه، شوف الطلاب من يروحون هناك من الصبح. بعض المدارس انا احد الزملاء قال ابني من يروح للمدرسه من الصبح يفرش اسنانه بالمدرسه، كلهم يفرشون حتى لو فرشها بالبيت، يفرشها يعلمه عن النظافه بحيث يقول له تفريش الاسنان شيء مهم، ينظف مكانه. شوف التنظيف بالمدارس هناك ماكو عامل نظافه، طبعا هم الطلاب بيناتهم يتكاتفون ينظفون حتى يوعي عنده هذا الوعي اللي هو انه مدينته لازم يبقى نظيف. يعلمه من هو صغير حتى يبقى طول حياته يبقى على بالضبط. هذا النظام بالضبط يبنيه على فالسيستم. للأسف يعني احنا نتمنى على حكومتنا بالمدارس اما بالجامعة، يعني مرحلة الجامعة اختلفت يعني. نعم. تغير. نعم. بالمدارس هو من الضروري ان يعلمون كثير امور للطلبة حتى يطلع لنا جيل مغاير تماما اللي موجود الان. بالضبط. وذلك باليابان شوف انه هم يهتمون بمرحله الابتدائيه جدا يعني، حتى شوف احيانا هناك يقول انا مهتم بالتربيه في هذا الجيل اكثر من التعليم. فيربوهم يقول لك هذا من راح يتربى هذا الجيل، راح يطلع عندي جيل يحترم الثقافه، يحترم الوعي، يحترم صح. النظافه، يحترم العلوم، يحترم كل شيء. اذا كنت متعلم وما عندك ثقافه يعني مشكله. صح دكتور. دكتور خلينا نتحدث الان عن البطاقه البنكيه. نعم. ما اعتقد يتعاملون بالفيديو انه شال فلوس او شيء، اعتقد كلهم بطاقه بنكيه هناك يعني قليل شوف ناس شايله كاش، يعني حتى تستغرب من واحد اذا شايل فلوس كميه من الفلوس يشوفه بيده يضحك يقول له يعني ليش هايل الفلوس كميه. شوف هناك كلها اما ديبت كارد او كريدت كارد، والاي تي ام ماشين موجوده في كل مكان موجوده. اي والتسوق يعني فواكه خضروات كلها تشتريها موجوده. كل شيء موجوده هناك، حتى الكاشير في بعض الماركتات كاشير آلي أوتوماتيك كاشير، يعني ماكو شخص واقف يأخذ منك، لا أوتوماتيك كاشير، أنت تأخذ البضاعة تروح تسويها بالسكانر تدفع المبلغ ينطيك الوصل تأخذه وتمشي. ذكرت إنه على ما أعتقد إنه الكاشير يمكن آلي دكتور. نعم آلي. نعم يعني الكاشير آلي يعني ممكن إنه تدفع وما تدفع عادي. طبعا أكو كاميرات هناك، أكو كاميرات بعيدا عن الكاميرات إحنا بس، لكن أنت تقدر بدون ما تدفع، يعني ماكو أحد يقول لك وين رايح وين جاي، لا أنت تأخذ البضاعة تجي على الكاشير الآلي. أنت من ذاتك تيجي شايل الباسكت مالتك السلة اللي خليت بها التسوق، تعمل له سكانينج تخليها بالكيس وتاخذها وتدفع الحساب تاخذها وتمشي. دكتور نظام آلي يعني. كيف نصل الى هذه المراحل دكتور؟ والله نحتاج اول شيء مثل ما قلت الوعي، ننشر ثقافه الوعي هذا. نعم. اول شيء حتى نبني جيل جيد، ونحتاج الى الاهتمام بعامل التعليم لان هم اليابان اهتموا جدا في عامل التعليم، فدائما تروح هناك باليابان يقول احنا بعد ما خسرنا الحرب العالميه وطلعنا من الحرب العالميه الثانيه قال نشرنا ثقافة التعليم في كل المستويات. نعم. قال حتى ننمي جيل مثقف واعي. دكتور أنت أعتقد أن اليابان صار فيها تسونامي. نعم. هو إحنا شاهدناه وشاهدنا الدمار الحاصل بها، دمار كبير. نعم. يعني أكبر من اللي عندنا صراحة. نعم. زرتها؟ رحت لها؟ نعم. لهذه المكان دكتور؟ احنا هو هذا اللي كان الغاية من الدورة التدريبية، رحنا هناك إدارة مخاطر الكوارث، فرحنا على المدينة اللي تعرضت إلى دمار اللي اسمها مدينة السنداي، مدينة كبيرة جدا على البحر. هذه المدينة بال 2011 تعرضت إلى دمار كبير، لكن من رحنا بوقتها بال 2014 يعني وراها بثلاث سنوات المدينة تقريبا 70% منها عادت نهضت مرة ثانية، فشوف الموانئ المدن البيوت كلها رجعت مرة ثانية. زرتها يعني مغايرة؟ نعم زرتها. مو هي زرتها مغايرة حتى قلت لهم وين آثار الدمار، يعني ودونا على منطقة صغيرة. أحكي لك هذه السالفة. أكو مركز هناك في مدينة السنداي أو قريب من مدينة السنداي، هذا المركز كان العمدة مال المدينة. نعم.
اليابانيين أو المهندسين اليابانيين من صمموا هذا المركز قالوا هذا المركز يتحمل التسونامي ارتفاع 11 متر فما حد يغرق به واحد فالكل يحتمي به. نعم. بينما الموجة اللي جت بذاك الوقت تقريبا في هذه المنطقة تقريبا وصلت إلى 15 متر يعني أبرد. أعلى منها. نعم. فالعمدة مال المدينة كان موجود بذاك المركز قال الأشخاص قالوا تعالوا احتموا في هذا المكان تقريبا حوالي يمكن 40 أو 50 شخص احتموا في هذا المكان. نعم. ظنا منه أنه هذا المكان راح يحميهم من التسونامي. نعم. لكن للأسف كانت الموجة أعلى فغرق المركز حتى أكو تصوير فيديو للعمدة واقف على الأريال على الهوائي مع هذا المبنى. نعم. ليستغيث إلى أن مات. مات. فبقوه هذا المركز ما عملوا أي تطوير به شيء أو بناء أو إعادة بناء قالوا هذا حتى يبقى ذكرى لكل. نعم. المهندسين اليابانيين. نعم. دكتور من خلال زيارتك لليابان وطوكيو زرت معالم أثرية شفت يعني عندهم. نعم أنا رحت على مدينة كويوتو اللي هي العاصمة القديمة لليابان مدينة كاملة موجودة لا زالت لحد الآن اللي هي العاصمة القديمة لليابان موجودة ببيوتها هم يحتفظون بالتراث ويحبون التراث بشكل لأن يقولون الماضي هو هوية الحاضر. أكيد أكيد دكتور شاهدت عراقيين كثاركوا باليابان أم لا؟ شاهدت البعض في مدينة توكيو ومدينة كوبي مدينة تعرضت إلى زلزال عام 1995 فشاهدت بعض العراقيين في هذه المدينة وفي طوكيو يعني مدينة طوكيو العاصمة. نعم. ممكن للشاب العراقي زحمة يمكن للشاب العراقي إن يلاقي له فرصة عمل أو يشتغل بهذا والله هو البلد هو أول شيء عامل المستوى التعليمي هذا أول شيء ثاني شيء اللغة اللغة اليابانية شوية صعبة. معقدة صعبة إنه تتعلمها لكن إذا مرور الزمن قدرت تصل المستوى التعليمي مالهم والاندماج بالنظام مالهم وقدرت تعلم لغة أعتقد لربما مرور الزمن تقدر تلاقي وظيفة. دكتور صار عندك إنجاز معاملات بهذاك البلد شون يعني مثل اللي عندنا بالدوائر مغاير تماما؟ والله أنا شخصيا ما صار عندي معاملات أي شيء لكن. نعم. أحد الزملاء اليابانيين سألته كيف تعملون الجواز هناك قال لي أكو دائرة تروح هناك أكو جهاز موجود. نعم. تجلس أمام الجهاز تدخل المعلومات مالتك اللي تريدها طبعا اكو عندهم داتا بيس سيستم. نعم. يطابقها تدخل المعلومات تكملها ياخذ لك صوره الجهاز تدفع الرسوم مالتك يعطيك وصل يقول لك اما مثلا بعد ساعه او ساعتين او ثاني نهار تجي تاخذه وخلاص هذا خلاص هذا وخلاص هاي المعامله مالتك هاي كل هالمعامله ماكو سرى يعني لا 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 ماكو سرى ماكو سرى ماكو اي شيء نتمنى انه ان شاء الله نشاهد مدينتنا في تطور ان شاء الله يا ربي. زين دكتور من خلال خبراتكم يعني انتم يعني ما شاء الله تسافرون لهذه الدول ممكن ما نقدر ننقل بعض من هذه الافكار الى جامعتنا ومدينتنا في الموصل؟ والله ليش لا يعني انا قلت لك احنا لازم نبدي يعني خطوه اوليه وبعدين نبدي بالخطوات الثانيه اول شيء الوعي ننمي عامل الوعي في كافة المستويات سواء على مستوى الجامعة أو مستوى الإعدادي أو الابتدائي احنا مو وصلنا هذه المرحلة من نشر الوعي والثقافة والتعلم وحب التعلم راح لربما نقدر إن شاء الله نصل يوما ما في هذا المستوى بإذن الله وأنا حلم حياتي إنه جامعتنا ومدينتنا وبلدنا يصل إلى هذا المستوى هذا حلم حياتي هذا يعني دكتور ممكن نشاهد مدينتنا في تطور بعد سنوات أم لا؟ والله إن شاء الله يعني إذا بجهود الخيرين إن شاء الله والناس الجيدين اللي عندهم حب الوطن وحب بناء المدينة وحب بناء أو حب التعلم إن شاء الله بإذن الله تعالى نصل بإذن الله نصل إن شاء الله أمنيتك شنو تتمنى لمدينتك وجامعة الموصل اللي هي أكيد أنه هي رمز لمدينة الموصل اللي هي تبني المدينة نعم والمدينة القديمة أيضا اللي يعني مدمرة بالكامل شنو أمنياتك دكتور؟ والله أنا حلم حياتي قلت لك إنه جامعة الموصل ترجع مرة ثانية جامعة عريقة بإذن الله تعالى إن شاء الله وهي دائما بقت عريقة وحلم حياتي أيضا مدينة الموصل ترجع مرة ثانية مدينة كبيرة إن شاء الله وهي كبيرة بأهلها وحلم حياتي أيضا لكافة أنحاء العراق بإذن الله تعالى يرجع بلد متطور إن شاء الله وبلد زاهر في شعبه إن شاء الله وثقافته مثل ما ذكرت أنت الآن أنه تسونامي والحرب العالمية اللي مرت بها اليابان وما شاء الله ذكرت أنه رجعت أفضل من السابق نعم إحنا مرينا بحرب نعم مدينتنا تعرضت إلى يعني دمار نتمنى إن شاء الله نشاهده بأفضل الحالات
الأبنية، الجسور، البشر. احنا يعني انا صراحة انا احب انه اكون يعني اهالي المدينة انه في وعي كبير حتى نعم. نحقق كثير من الامور، النظافة يلتزمون بكثير امور. نعم. دكتور قبل شوي ذكرت قلت لك العامل الاساسي لنهوض اي حضارة او امة هو الوعي والثقافة من موجودين، وانا الاحظ بالفترة الاخيرة ما شاء الله خاصة بين الجيل الشباب نعم. اكو وعي واكو حب لبناء المدينه والوطن نعم. وهذا جدا عنصر مهم نعم. في بناء الحضاره. دكتور مع ختام حلقتنا لهذا اليوم واستمتعنا بهذا اللقاء الجميل معك، شكرا لحضورك، لكن قبل ختام الحلقه اغنيه كنت تسمعها في الغربه. والله اكو اغنيه كلش يعني احبها جدا، هي اغنيه هيثم يوسف على ما اعتقد يا رب افرجها. هيثم يوسف يا رب افرجها نعم. جميلة هذه، جميلة نعم. جدا يعني تلامس مشاعري. شو ذكرك والله هي أغنية حساسة جدا لكافة شرائح المجتمع العراقي، يعني أتمنى أنه العراق يعود بلد أمن وأمان بإذن الله تعالى إن شاء الله على كافة أطيافه وقومياته يا ربي إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور لحضورك هذه الحلقة. شكرا. أعزائي المشاهدين، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج تذكرة سفر والتي تحدثنا فيها عن مدينة طوكيو اليابانية. إلى هنا وصلنا إلى الختام، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء.